والآن إلى أبرز ما اخترته من الصحف والمواقع الإلكترونية، ونبدأ من لبنان 24 حيث كتبوا أوركسترا العهد تريد إنهاء العهد قبل السنة الأخيرة. لاحظت مصادر معنية أن بعض التسريبات الإعلامية حاولت في الأيام الأخيرة إعطاء كلمة التشاور بعدا يخالف روحية المادة الدستورية ذات الصلة، وأكدت أن التشاور لا يعني مطلقا أن تفرض على رئيس الحكومة تشكيلة أو أسماء لا تتوافق مع التصور الذي رسمه لمهمة حكومته، فهو رئيس الحكومة والمسؤول عن أعمالها أمام مجلس النواب وعن نجاحها أو فشلها. وأكدت الأوساط أن من حق رئيس الحكومة يختار من يشاء ويرفض من يشاء من الأسماء المقترحة، وهو إذ يحرص على احترام الآخرين وموقعهم متمسك بصلاحياته الدستورية وبمبدأ أن الحكومة في النهاية ستحمل اسمه. في المقابل بات واضحا أن أوركسترا العهد لا تنفك تعمل بكل الوسائل على تخريب العلاقة بين الرئيسين عون وميقاتي وإفشال مساعي تشكيل الحكومة بكل الوسائل والأساليب. وفي هذا السياق وبخبث موصوف ومكر لم يعد خافيا على أحد، سربت مصادر التيار الوطني الحر معلومات مغلوطة عن المداولات الحكومية سعيا لرمي مسؤولية التعطيل على الرئيس المكلف، واعتبرت أنه كأن هناك أوركسترا خارج ميقاتي وعون تريد إفشال مسار الحكومة وتضييق الخناق على العهد وعلى لبنان حسب التعبير الحرفي لكلام المصادر. وفي محاولة واضحة لتأجيج العصبيات الطائفية، سربت المصادر نفسها أخبارا عن اشتراط رئيس الجمهورية على الرئيس ميقاتي تعهدا خطيا يتضمن إقالة 5 مسؤولين عند تشكيل الحكومة. ووصلت قمة السخف في التسريبات إلى حد الزعم أن تم منع وقوف سيارة الرئيس ميقاتي عند مدخل القصر، علما أن أبسط العارفين بشؤون الأمن يعلمون بالاعتبارات اللوجستية التي تتعلق خصرا بأمن الرئيس المكلف وليس بأي اعتبار آخر. ننتقل إلى جريدة الأنباء الإلكترونية حيث عنونت الضغوط الخارجية مستمرة ولقاء بين عون وميقاتي مطلع الأسبوع وتحذير من دخول أيلول بلا حكومة. من دون شك أن الرد الشديد اللهجة لرؤساء الحكومات السابقين على مذكرة المحقق العدلي طارق البطار للتحقيق مع رئيس الحكومة المستقلة حسان دياب باعتبارها سابقة لم يحصل ما يشبهها في تاريخ لبنان، مطالبين برفع الحصانات من رأس الهرم إلى أصغر موظف في الجمهورية بمن فيهم رئيس الجمهورية ميشيل عون ورد المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية عليه، قد أسهم بطبيعة الحال بتوتير الأجواء بين عون والرئيس المكلف نجيب ميقاتي، على الرغم من الأجواء الإيجابية التي أشعها ميقاتي بعد لقائه 13 مع عون والذي كان منتظرا فيه تصاعد الدخان. مصادر سياسية اعتبرت عبر جريدة الأنباء الإلكترونية أن هذه الأمور إن دلت على شيء فأنها تدل على عمق الفجوة بين عون وميقاتي، لدرجة جعلت مكتبه الإعلامي غير قادر على الفصل بين الرئيس المكلف ونادي رؤساء الحكومات السابقين الذي استند في مذكراته الاحتجاجية إلى الدستور. وأشارت المصادر إلى أن الوقت لم يحن بعد لاعتذار ميقاتي رغم إقراره بوجود مطبات كثيرة، مضيفة طالما الرئيس المكلف لم يعتذر فمعنى ذلك أن الإيجابيات تتقدم على السلبيات في الملف الحكومي، لافتة إلى أن النقاش ما زال يتمحور على 4 وزارات. المصادر حذرت من الوصول إلى أيلول من دون حكومة، فالمهل تصبح ضيقة جدا أميلة أن تفضي الاتصالات الخارجية القائمة إلى نتائج إيجابية على حسم هذا الموضوع. مشاهدينا الآن ننتقل إلى جريدة الشرق الأوسط حيث كتبوا اتهامات لعون بمحاولة الإطاحة بالطائف ومصادرة صلاحيات رئيس الحكومة. يؤكد رئيس الحكومة السابق الذي فضل عدم ذكر اسمه أنه كان في مقدور عون أن يبادر إلى استيعاب ردود الفعل على ورقة الإحضار التي أصدرها المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البطار بحق رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، لو أنه بادر استباقا للبيان الذي صدر عن رؤساء الحكومات السابقين إلى طلب رفع الحصانة عن أكبر مسؤول وصولا إلى أصغرهم، بدلا من أن ينصاع إلى نصائح فريقه السياسي الذي كان وراء إصدار البيان في رده على رؤساء الحكومات. ويلفت للشرق الأوسط إلى أن عون ارتكب في رده على رؤساء الحكومات خطأ بقوله أن توقيت البيان مريب، فيما رئيس الجمهورية يبذل جهدا لتشكيل الحكومة، ويقول أنه كان في غنى عن الإشارة إلى هذه
هذه النقطة، لأنه بذلك يصر على تجويف اتفاق الطائف من مضامينه والعودة بتشكيل الحكومة إلى ما كان عليه قبل سريان مفعوله، حيث أن رئيس الجمهورية يختار الوزراء ويسمي من بينهم رئيسا للحكومة. ويكشف مصدر سياسي للشرق الأوسط أن ما يعطل تشكيل الحكومة لا يعود إلى الخلاف حول أسماء الوزراء وتوزيعهم على الحقائب فحسب، وإنما إلى أن الفريق السياسي المحسوب على عون الذي يديره رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل بدأ يخطط للقيام بانقلاب على الطائف بذريعة استرداد صلاحيات رئيس الجمهورية والحفاظ على حقوق المسيحيين وصولا إلى وضع اليد على البلد كخطوة وقائية في حال تقرر ترحيل إجراء الانتخابات. ننتقل إلى الديار، حيث كتب عيسى أبو عيسى: الارتطام سيكون قاسيا في مجمل المناطق وخصوصا في البقاع، حيث ينتشر الجيش ويتعامل مع التوترات الأمنية وملاحقة المطلوبين. يتحدث بعض الشهود عن أن العسكريين الذين يخدمون في المنطقة يزرعون الأراضي المحيطة بمراكزهم لتوفير أكبر قدر من المصاريف التي باتت عبئا لا يمكن أن يحمله لا الفرد ولا المؤسسة. وتستعرض أوساط اقتصادية ما حصل في البلاد من انهيار تام على كافة الصعد، ولم تبق الأزمة مجالا للتمايز الطبقي بين اللبنانيين، فجميعهم سواسية في المعاناة. وتضيف الأوساط: طالت أزمة انقطاع المحروقات سيارات الأطباء والصليب الأحمر وسيارات نقل الموتى، ولم يتمكن مزارعون من جمع محاصيلهم بسبب فقدان مادة المازوت، وآخرون لم يتمكنوا من شراء المادة لري بساتينهم التي بدأ الياباس يأكلها. هذه الأوساط تدعو إلى ترقب مشاكل فظيعة داخل محلات التموين بحكومة أو بدونها بفعل الجوع الذي يدق أبواب معظم اللبنانيين. وتختم الأوساط بالقول: كل ما يحصل في ميل والإحباط الذي يخيم على اللبنانيين في ميل آخر، حيث تنعدم الأمال في أن يعود لبنان إلى سابق عهده، وهذا ما يدعو الناس إلى اليأس والهروب إما إلى الخارج أو نحو الإجرام والرذيلة. وللمزيد من التفاصيل حول الانهيار الاقتصادي وتبعاته، ينضم إلينا الخبير الاقتصادي بروفيسور جاسم عجاقة. صباح الخير بروفيسور. صباح الخير لك ست لارا وللمشاهدين، وشكرا على دعوتك الكريمة. أهلا وسهلا فيك بروفيسور. انطلاقا من عنوان المقال الأخير الذي قرأته: الارتطام سيكون قاسيا، يعني هذه العبارة التي بتنا نسمعها كثيرا، هل برأيك لم نصل بعد إلى الارتطام؟ يعني حقيقة كلمة ارتطام هي عادة بنستخدمها لشيء بده يروح رايح تيعمل شك مع شيء تاني. بعلم الاقتصاد نحن بنستخدم كلمة هذه الارتطام حتى نقول انه هي مرحلة بتبلش فيها المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية تتردى بشكل كتير كبير، وهينا نحن صرنا فيه، يعني بالعملية نحن بالارتطام بالمعنى اللي عم يستخدموه الصحفيين. ولكن بعد هذا الارتطام ممكن ياخذ ابعاد كثيرة اكيد للمستقبل مع تردي اكثر للوضع اذا ما استمرينا بالإطار السياسي والاقتصادي وغياب أي تصحيحات من قبل السلطة. لذلك كلمة ارتطام بمعنيها حقيقة ما هي إلا بس تعبير عن مرحلة جديدة فتنا فيها، وهذه المرحلة ممكن تسوق وتوصل لمستويات شبيهة بالعديد من الدول على هذا الصعيد. نعم بروفيسور، إلى أي سيناريو يتجه الآن لبنان؟ هل صحيح أن بدنا نتجه إلى السيناريو الأصعب وهو النموذج الفنزويلي؟ يعني حقيقة النموذج الفنزويلي بدنا نقول عنه أنه هو نموذج مبني على عزل، يعني على عزل الدولة الفنزويلية أو النظام الفنزويلي عن المجتمع الدولي، سواء كان على الصعيد السياسي الاقتصادي يعني بالمالي أكيد على كل الأصعدة. هلأ على الصعيد الهونيك على الصعيد الاجتماعي بنشوف أنه المواطنين حقيقة عايشين بحالة يرثى لها، لأنه الأموال ما عاد إلى قيمة عندهم، ومش بس هيك حتى هن دولة نفطية ومنهم قادرين يصدروا حتى يكفوا حالهم أو يجيبوا مواد غذائية كافية تتكفيهم. لذلك السيناريو الفنزويلي اللي بس نحكي عنه هو بيكون سيناريو عزل بالدرجة الأولى. هلأ لبنان خليني أقول سياسيا منه معزول، لأنه بعدنا عم نشوف أنه في عندي دول كبيرة عم بتروح وبتجي وبتحكي مع المسؤولين،
ولكن اقتصاديا وماليا نعم لبنان أصبح معزول. اقتصاديا وماليا نحن بنشوف أنه في تضييقات من قبل المجتمع الدولي نتيجة الخيارات السياسية للبنان، ولكن أكيد الفضل كمان لنا نحن، أعلننا وقف دفع سندات اليورو بوندز، وهذا بحد ذاته عزل مالي. وهون إذا بتسمحي لي ست لارا، العزل المالي أصعب من العزل السياسي، لأنه العزل المالي يعني معناتها ما بقى في عنا دخول لأموال من الخارج بسهولة، وهذا اللي عم نعيشه اليوم. الارتطام، كلمة الارتطام بمعنية خليني أقول إذا بدي فتش عن السبب الأساسي تبعولها، هو غياب الدولارات، لأنه هذه الدولارات ما بقى عم بتخل يعني ما بقى في عندي كفاية حتى أقدر أكفي حالي، وأكيد أكفي أسواق أخرى حد مني على هذا الصعيد. وبالتالي نعم لبنان إذا استمر على هالوضع اللي نحن فيه أكيد رايح على سيناريو إن انعزال السياسي. هل هو رح يكون مفروض من الخارج أو هو رح يكون نتيجة أفعال السلطة السياسية في لبنان؟ هون الأمور بتختلف بحسب وجهة النظر. عمليا على الأرض المجتمع الدولي عم بيطالب بتشكيل حكومة، نحن ما عم نشكل حكومة بغض النظر شو هي الأسباب، سواء كانت أسباب داخلية محض أو سواء كانت أسباب تدخلات خارجية، ولكن عم بيطالب هالمجتمع الدولي على رأس السطح أنه شكله حكومة. إذا ما شكلنا حكومة هون في مخاوف أنه ممكن يصير بعزل سياسي، وأكيد السيناريو العزل السياسي أكيد بده يواكبه عزل اقتصادي وعزل مالي بعد أكثر. نعم، طب كخبير اقتصادي يعني هل مصير لبنان برأيك هو رهينة إعادة رسم الخارطة الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط؟ عمليا السؤال اللي سألتيه حضرتك سؤال عميق كتير ست لارا، لأنه حقيقة نحن عم نعيش هلأ إعادة رسم لمنطقة الشرق الأوسط على الصعيد الاقتصادي، وكل اللي عم نشوفه ما هو إلا بس عملية توزيع للنفوذ الاقتصادي بالمنطقة، سواء كان من قبل الدول العظمى مثل أمريكا، فرنسا، روسيا، أو حتى كان من صعيد الدول الإقليمية اللي خليني أقول كبيرة مثل مصر، مثل العراق، مثل المملكة العربية السعودية ولبنان. فإذا في نفوذ اقتصادي عم نشتغل عليه حاليا. ولبنان بما أنه عنده ثروة غازية، وبما أنه هو بوابة استراتيجية لإعادة إعمار سوريا، أكيد لبنان شأفي من هالخارطة الاقتصادية، ويلي عم بيتم مثل ما بيقولوا التفاوض عليها بشكل أو بآخر لحتى نوزع النفوذ على هذا الصعيد. عفوا. ومن هالمنطلق هذا نحن بنعتقد أنه يمكن من بين المشاكل يلي عم بتواجه تشكيل الحكومة هو الخيارات الاقتصادية يلي الحكومة المقبلة بدها تخدها، ويلي هي كمان كلها خيارات استراتيجية على هذا الصعيد. يعني نحن بنعرف حضرتك والمشاهدين الكرام سمعتوا أكثر من مرة أنه في صراع شئنا ما بين اقتراحات صينية حتى يعمروا لنا المرفأ أو روسية أو إلى ما هنالك، وبين خيارات غربية. وبتلاحظي أنه يعني التحاليل عم بتقوم مثل كأنه في مواجهة بين الشرق والغرب، بين خيار الشرق وخيار الغرب على هذا الصعيد. نحن بنعتقد أنه ما رح يكون حقيقة لنا كتير كلمة كبيرة على هذا الصعيد، وبحسب ما تتفق الدول فيما بينها الدول الدول يعني العالمية والإقليمية، بعتقد أنه نحن متجهين. لذلك نعم لبنان، وسؤالك بسني عليه، لبنان هو بصلب مثل ما بقولوا المفاوضات على توزيع النفوذ الاقتصادي بمنطقة الشرق الأوسط. نعم، خلينا نروح على سيناريو إيجابي واختم بسؤال إيجابي. لنقول تشكلت هالحكومة، برأيك الحكومة شو رح تعمل فعليا مع صندوق النقد الدولي؟ هلا ان شاء الله يكون الايجابيه مثل ما بقولوا من تمك، ان شاء الله تتحقق يا رب وتتشكل الحكومه. ولكن انا بعتقد انه عم نستخف شوي صغيره بدور الاصلاحات اللي مطلوبه منا نحن كدوله، وخصوصا اذا رحنا لصندوق النقد. صندوق النقد بده يطلب منا اشياء كثيره. هلا اذا بتسالي حدا بيقول لك اكيد بده يطلب منك الكهرباء، بده يطلب منك تحارب الفساد، بده يطلب منك تسكري الحدود، بده يطلب منك بصير يعدد لك ليحه. حقيقه هي الامور اعمق من هيك.
بخلال قراءتي لحقيقة الفكر الاقتصادي اللي بيحرك صندوق النقد والسياسات المعتمدة من قبل إدارته سواء كان مجلس الإدارة أو مجلس المحافظين، تبين حقيقة أنه في توجه أكثر، وخصوصا بعد التجارب الفاشلة اللي قام فيها الصندوق بعدد من الدول اللي رجعت انهارت، ومن بيناتهم نتذكر نحن أنه بروسيا وبعض الدول الأسيوية بأواخر التسعينات، في توجه أكثر نحو هو إعادة هيكلة الدولة بكاملة. وهذه إعادة هيكلة الدولة بتبلش بالدرجة الأولى بالقضاء، بس كمان مؤسسات الدولة سواء كان على صعيد القطاع العام أو كان على صعيد القرارات الديسيجن ميكينج كيف بدنا نقدر ناخدها، أو حتى على صعيد القطاع العام من ناحية الوظيفة تبعولة القطاع العام، ويلي أكيد ما رح تشبه الوظيفة يلي نحن منشوفها اليوم، لأنه الوظيفة اللي نحن منشوفها اليوم هي وظيفة اجتماعية أكثر للقطاع العام، وهذا ليس بصندوق النقد. لذلك أنا بشوف التداعيات رح تكون كتير كبيرة، وإذا بتسمحي لي ما رح فوت بالشيء السياسي، ولكن بدي أذكر رح يكون في تداعيات على الصعيد القضائي، رح يكون في تداعيات حتى على الصعيد السياسي. وهوني بقول أنه حتى الأحزاب يلي ما رح ترفض العناصر الفاسدة يلي ممكن تكون موجودة معها بصفوفة، أكيد ما رح يكون إلا مطرح بالمرحلة المقبلة. وثلاثة، ممكن يكون كمان في على صعيد الأجهزة الأمنية كمان تداعيات كتير كبيرة. هذه أكيد بتجي بتنضاف أو إذا بدك بتنسحب على النموذج الاقتصادي بشكل كتير كبير. ممكن أنه حقيقة أنا يعني بقول أنه هذه مغامرة جديدة، وممكن تكون وجه جديد للبنان، مش بالضرورة الوجه اللي نحن كنا متعودين عليه، الوجه اللي وصلنا له. يعني على أمل بس الإيجابية جمعة الجاي ويصير في حكومة تتشكل هالحكومة. الخبير الاقتصادي دكتور أو بروفيسور جاسم عجاقة، شكرا لك على كل المعلومات. شكرا لك. مشاهدينا هلا بننتقل للحدث مع الزميل رامز القاضي.